نحن ضد الانتقام، نحن ضد الطار، نحن ضد ردات الفعل الغرائزية، ضد ردات الفعل العشوائية، لأنه نحن وين؟ ضعيف هو اللي بينتفض، لأنه نحن عنا ما يكفي من الشجاعة، من التاريخ، من التضحيات، لأنه نحن أصحاب قضية، لأنه عنا ما يكفي من الحس المسيحي، من التمسك بأهداف ديانتنا تتمنعنا إنه نعمل ردات فعل بهالشكل. دولة بطيئة نحن عارفين، بس إذا هيدا مشروعنا نحن بقى نضل نشتغل ونتعب ونجاهد ونناضل كل لحظة تصير هالدولة دولة بكل معنى الفعل. كل الناس بيعرفوا إنه نحن عنا كل القدرة ناخد حقنا بإيدنا، بس ما رح ناخده، لأنه هيدا مش منطقنا بالوقت الحاضر. من عمر الأبجدية لبنان أصبع الغد.